يخلي الطفل وقت الصيف بتاعه يكون مستفيد منه. صباح الخير. صباح الخير. منى وين بتحبي تقعدي؟ انا بقعد استاذ محمد يوسف. اكيد سمعتنا واحنا بنحكي عن طبعا التعليم الذاتي في دولة الامارات وكمان الاكاديميات اللي بتوفر للشباب او جيل الشباب والاطفال انشطة صيفية تقدر تساعدهم لانهم يسقلوا مهاراتهم بالصيف ويطوروا من ذاتهم. اهلا وسهلا صباح الخير. صبحكم الله بالخير جميعا، السلام عليكم بداية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم أخوكم محمد الحمادي، منسق عام الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات وموظف في المؤسسة الاتحادية للشباب. أهلا وسهلا بك. اليوم بنتكلم طبعا على طاري الأنشطة الصيفية، بنتكلم إن شاء الله عن مبادرة الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات، وهي إحدى مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب واللي نسعى من خلالها لصقل مهارات الشباب خلال فترة الصيف وتطوير مداركهم ومعارفهم في للمستقبل بإذن الله الواحد الأحد. طيب هل بيكون مثلا في معايير معينه لحتى تختاروا على اساسها الطلاب او تختاروا انشطه معينه لطلاب معينين؟ نعم، بدايه بالنسبه للفئات او المعايير اللي نطلبها، احنا ما في معايير معينه. المؤسسه الاتحاديه للشباب موجوده لخدمه شباب الوطن، موجوده لخدمه الشباب من الفئه العمريه 15 سنه وحتى 35 سنه اليوم، يعني اللي عمره 31 32 ما فات القطار بعد. بعدنا نقدر نروح. شو قصدك؟ طيب محمد، بدي أسألك عن خلينا نقول إمكانية انتقاء الشاب أو الشابة لنوع النشاط المناسب له. هل في مجال واسع لأني أنا مثلا إذا حاسة أني أنا بفضل مثلا أنشطة الفنون أو الفنون التشكيلية، هل أنا قادر أني أختار الجدول اللي أنا رح أتبعه في هذه الأكاديمية؟ أكيد أكيد، إحنا عملنا شيء واحد وايد مهم للشباب والبنات، أن الأنشطة عندنا اليوم متاحة. عندنا الحمد لله رب العالمين، مقارنة في العام الماضي كان عندنا 100 نشاط، العام هذا الحمد لله رب العالمين توسعنا من إمارة دبي، توسعنا صرنا في كل إمارات الدولة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، بين العام الماضي واليوم فرق 365 نشاط. اليوم وبكل فخر نقول ان قدرنا بالتعاون مع اكثر من 70 شريك، اكثر من 70 شريك و70 جهه في جمع اكثر من 450 نشاط مختلف في مختلف المجالات. اليوم احنا نتكلم عن الاكاديميه، معناته نتكلم عن جانب الفنون الجميله، نتكلم عن جانب الاداب، نتكلم عن جانب الاعلامي، نتكلم عن جانب الاداره وتطوير الذات، نتكلم عن جانب مثلا رياده الاعمال، وهو احد الجوانب المهمه اللي حتى الدوله صار لها توجه معين في هذا المجال. فالطالب أو الطالب يقدرون يخوضون في مختلف هذه المجالات ويختارون من ورشة واحدة إلى إن شاء الله 20-30 ورشة. إحنا هدفنا خدمة الشباب، وهدفنا أن يستفيدون كثر ما يقدرون خلال فترة الصيف هذه، معناته أن واجب علينا نوفر لهم على هواهم المجالات اللي يبونها والاهتمامات اللي هم يكونوا مهتمين فيها، وفي نفس الوقت ما نلزمهم. يعني شو الفرق اليوم بين المدرسة وبين النشاط الصيفي؟ إذا أنا بسألكم شو اللي لازم يكون فرق؟ يعني لازم يكون نشاط صيفي بيسلي أكثر، بيسلي أكثر، بيحمس وكل. نعم، إحنا طبعاً ما نقول إن المدرسة غير مسلية أو غير مفيدة، بالعكس المدرسة هي الأساس وهي المنزل الثاني اللي الشخص ممكن يطور من نفسه ويتعلم فيها، وعلى مدار السنوات الحمد لله يصقل مهاراته. لكن المدارس والجامعات فيها نوع من الالتزام، احنا في الأكاديمية الصيفية نسعى الالتزام موجود لكن يكون نابع من الشخص نفسه، ان انا راح التزم احضر ورشة ورشتين ثلاث اربع الى اخره حسب المجالات والمهارات الموجودة. فهذا جانب، وكذلك جانب مهم العام هذا اضفناه اللي هو الجانب الرياضي. بإذن الله خلال اليومين الجاي بنعلن عن النشاطات الرياضية الخاصة في مختلف المراكز الشبابية. الأكاديمية الصيفية بفضل الله تعالى مثل ما قلت لكم توسعت هذا العام لأكثر من موقع واحد، فعندنا العام هذا المراكز الشبابية تمت طبعا إعادة تنظيمها من ناحية معينة، وتمت استضافة الأكاديمية في هذه المراكز. ففي بعض المراكز عندنا قاعات رياضية مكيفة، قلنا ليش ما نستغل القاعات هذه ونستثمر فيها ونخلي الشباب والبنات اللي يحبون الأنشطة الحركية يحضرون معنا الأنشطة الرياضية والبرامج الرياضية. بالنسبة للبنات أقدر أقول اليوم عندنا تمارين المقاومة اللي هي التمارين المكثفة خلال نص ساعة، ممكن يكون عندكم 20 أو 30 جلسة. بالنسبة للشباب قلنا راح نكون في راح نركز على نشاط الملاكمة الكيك بوكسينج المعروف. تراكم يقول لك يمكن دائما نتكلم عن الرياضه، في نعرف في الصيف دائما تقريبا نص المراكز الصيفيه عندهم كاراتيه او جيتسو. نعم، حفظناها على طول احنا صغار. نعم، عندكم بعد فعاليات ثانيه او انشطه رياضيه جديده نزلتوها؟ الجانب الرياضي حقيقه احنا بعد يعني في نفس الوقت قلت لك هذا اضافه لهذا العام. فلازم احنا نشوف نجس النبض ونشوف الاهتمامات، هل الناس لها اقبال في هذا الجانب ام لا، بحيث ان للاعوام القادمه ان شاء الله نعدل ونطور ونحسن بناء على التغذيه المرجعيه والفيدباك اللي نحصله من الجمهور ان شاء الله في هذا العام. هذا بالنسبه للجانب
الجانب الرياضي. وبقية المجالات مثل ما قلت لكم أضيف عليها بس اللي هي مجال تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والثورة التكنولوجية المستقبلية. هذا كذلك جانب مهم دولة الإمارات العربية المتحدة لها توجه في هذا المجال وهذا الجانب، وحتى العالم له توجه في مجال تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي. وعلى هذا الأساس احنا وضعنا أنشطة مختلفة في هذا المجال بالتعاون مع الشركاء والجهات المختلفة. حتى الشباب نفسهم صاروا أذكياء يعني. ما شاء الله اليوم الشاب الإماراتي أو الشاب وحتى الشباب والشابات الأخوة والأخوات العرب المقيمين في دولة الإمارات ترى كلهم عندهم المهارات، كلهم عندهم الاطلاع والشغف، هم بس محتاجين شو؟ فرصة واحدة. طيب أنا عندي أنت سؤالين. أنت وفرت الفرصة خلاص صار الموضوع سهل. عندي سؤالين. تفضل. أول سؤال حضرتك أو مثلا في الأكاديمية تقدروا أنتوا تميزوا مثلا إن الشخص ده عنده مهارة في الجانب الفلاني فأنا أقدر أوجهه أوديه مثلا الحتة الفلانية أو أختار له النشاط الفلاني. تاني سؤال هو الأهم بالنسبة لأمهات كتير، أخبار التكلفة إيه؟ لا أو أنزم بجاوب على السؤال الثاني لأنه هو الأهم مثل ما قلنا. بالنسبة للتكلفة مثل ما تفضل خبرتكم المؤسسة الاتحادية للشباب مؤسسة موجودة وهي مؤسسة اتحادية هدفها خدمة الشباب، معناته لما إحنا بنخدم الشباب نخدمهم من غير مقابل يعني مجانا. نعم مجانا. من فترة الصيف حياكم الله معنا. وكذلك المواصلات موجودة وفي تعاون جدا جميل مع مواصلات الإمارات ونوجه لهم طبعا التحية والشكر. هم والسبعين أو 75 شريك استراتيجي موجودين معانا لهذا العام. يعني اليوم الأثر الطيب الأثر الإيجابي أن تشوف أنت أو تشوفون الشباب والبنات شايلين 5-6-7 شهادات في اليوم الواحد، هذا بالنسبة لنا إحنا إنجاز. أن من بين خلنا نقول أضعف الإمام من بين كل 10 يطلع لنا واحد يكتشف موهبة جديدة عنده ويطورها على مدار الأعوام القادمة ويرجع يخدم الوطن بطريقة أو بأخرى، هذا بالنسبة لنا إحنا أفضل إنجاز. وإحنا مؤمنين بشبابنا الإماراتيين ومؤمنين أن الشخص اللي يدخل معنا الأكاديمية معناته هو شخص مهتم أن يطور من مهاراته ومهتم بالشكل الأكبر أن في يوم من الأيام راح يكون في موقعنا ويخدم الوطن في مختلف الميادين العملية بإذن الله. بالنسبة للسؤال السؤال الأول نرجع له اللي هو بخصوص استكشاف المواهب والمهارات. طبعا احنا اليوم بالتعاون مع شركائنا المدربين موجودين، فالمدربين يشوفون الطلبة بشكل يومي، فاحنا نمر كفريق عمل واحد نمر نشوف الورش ونشوف الأنشطة المختلفة فنشوف الانتراكشن أو التعاون الحاصل بين المدرب والطلبة. يطلع لك طالب مثلا ما شاء الله يحفظ لك الحروف الصينية، عندنا اليوم دورة لغة اللغة الصينية، عندنا دورة لغة فرنسية على سبيل المثال، نشوف الطلبة يخلصون الكلاس يطلعون بونجور بونسوار كمون سافا، طفل عمره 9 سنوات أو 10 سنوات وتلاقين يتكلم بطلاقة مع أنه يومين 3 أيام بس الورشة اللي حضرها. فهذا الشيء يبين من أول يوم أقدر أقول لكم أنه بيبين عندنا منو الطالب المجتهد منو عندنا ما شاء الله من المواهب. بس في نهاية اليوم أنا أقول لك أن كل فرد من هذيل الأفراد الشباب والشابات عبارة عن موهبة، عبارة عن أسد إحنا لازم كحكومة كفريق عمل نستثمر فيه، وهذه الطريقة الأمثل اللي هي فترة الصيف بعد الدراسة في المدارس والجامعات إن شاء الله. طب أنا عندي سؤال بس بخص الأكثر اشتراكاً بهاي المبادرات، هل هم الشباب أم البنات؟ يبالها سؤال هذه؟ يعني أنا بكون صريح البنات أشطر من الشباب. ولكن حطوا في بالكم الشباب بالنسبة لنا يعني أنا مش دفاعاً عن الشباب، لكن الشاب الإماراتي اليوم عنده التزامات كثيرة، البنت لها التزامات ما شاء الله، لكن الشاب الإماراتي خصوصاً اللي في الوظائف الحكومية في منازلهم أبهات أمهات حتى البنات عشان ما تقولون ظلمت البنات، كلن وله التزاماته، فسبحان الله كل واحد يجتهد بحيث أنه عندي ساعة عندي ساعتين لو بجي المساء. الأكاديمية موجودة من 10 الصبح إلى 6 المغرب، وعندنا كذلك بعض الورش وبعض الأنشطة تتم إلى الساعة 8 في الليل وتسعة في الليل. يعني البارح الأخ علي الشامسي من مركز شباب الشارجة قال إنه كان عندهم ورشة والله الناس تمت يارسة لبعد 9 في الليل تسأل وتأخذ وتعطي مع المدرب، كانت ورشة في الاستثمار والادخار في الجانب المالي. الحلو إنه العمر الأعمار اللي بتستقطبها بالأكاديمية الفئات جدا كبيرة كتير واسعة، فبالتالي فيها مثلا صبي وزوجة ولا دايروا صح. عندنا كثير من الأمهات بعد هذا بعد يعني منبركم اليوم برنامجكم في تلفزيون الجيرة هذا منبر أود أني من خلاله أشكر جميع الأمهات وجميع الأبهات اللي يبون عيالهم ويدخلون معهم الورش. عندنا أمهات الله حق يدخلون الورش مع بناتهم ويستفيدون ويطلعون ويون ويشاركوننا بالملاحظات. يعني أحلى شيء في الأكاديمية بشكل عام أنها من الشباب وإلى الشباب، وفي نفس الوقت الشباب الحضور حتى الأمهات والأبهات دائما يرجعون حقنا إحنا كفريق عمل وكمتطوعين وطاقم كامل يرجعون لنا بملاحظات، والله ملاحظات جدا رائعة. واحدة من أولياء الأمور كذلك مثلا أثنت على شغل المتطوعين، اليوم إحنا عندنا أكثر من 200 متطوع متطوعة من شباب الإمارات وكذلك الشباب العربي المقيمين على دولة الإمارات.
واحدة من الأمهات جزاها الله خير جت وقالت والله متطوعينكم من أفضل ما يكونوا يستحقون بعد الأكاديمية تعملون لهم برامج لتطوير مهارة التطوع وجانب العمل الإنساني وعمل المجتمعي. ممتاز. فشوفي أنت اليوم كيف اهتمام الشباب والشابات والحضور بشكل عام وقلبهم مش بس على الأكاديمية لفائدتهم الشخصية وإنما على أساس للمصلحة العامة والفائدة العامة. نعم فهم ياسين يشتغلون واقع عن شغل المؤسسة يعني وهذا أجمل ما يكون. أنت ذكرت من شوية إنه عندكم نعم. أكثر من 400 نشاط. نعم 465 هذا حسب اللاست ريكورد اللي وصلني من تايلاند. عندكم نشاط طبخ؟ نعم موجود. هنقدم لك يا نور. عندنا في لازم لا في راس الخيمة. أكيد عندنا من غير أساس. في عندنا لا شوفي بالنسبه للانشطه ترى الانشطه كثيره وانا ما اريد اظلم اي نشاط او اظلم اي جهه واقول لكم التعداد ممكن ادعوكم انكم تزورون الموقع الرسمي للاكاديميه الصيفيه اللي هو summer.youth.gov.ae وممكن كذلك ادعوكم جميعا كطاقم عمل البرنامج انكم تزورونا في احدى المراكز الشبابيه اللي تستضيف الاكاديميه لهذا العام وتشوفون وتطلعون على مختلف الفئات العمريه ومختلف الانشطه اللي عندنا ومختلف الشركاء الاستراتيجيين الذهبيين كذلك لجهودهم الكريمه اللي اضافوها والقيمه اللي اضافوها للاكاديميه الصيفيه. طب انا عندي هلا بس هيك مداخله بسيطه، احنا بنعرف انه بالصيف بيكون في عدد كبير من المبادرات الصيفيه والنشاطات وحتى احيانا المدارس بحاولوا ينظموا مثل نشاطات لطلابها، شو اللي بيميز هاي المبادره الصيفيه تاعت اكاديميه شباب دبي عن غيرها من الفعاليات؟ انزين انا اول شيء شو خليني أنا أختارها وأترك الباقي؟ أول شيء أقوله على أساس بعد ما أبخس في حق الجهات الأخرى طبعاً اليوم كل الجهات الحكومية والاتحادية والمحلية ويمكن حتى الجهات الخاصة نسعى كلنا لغرس الفائدة والقيمة وإضافة قيمة لحياة الشباب والشابات فبداية أقدر أقول وأنا مغمض العينين أن جهود الحكومة اليوم جهود تكاتفية جهود فيها نوع من التعاون إذا أنا غطيت جانب جهة أخرى تغطي جانب آخر وجهة ثالثة تغطي جانب رابع وهكذا هذا بالنسبة للرقم واحد رقم اثنين احنا بالنسبه لنا مثل ما خبرتكم وحتى يعني حثيت على هذه النقطه ان موضوع الالتزام في المدارس او في الجامعات هذا نقطه احنا الشاب والشابه الاماراتيين ممكن يحضرون ورشه ممكن يحضرون ورشتين ممكن احداث ورش حسب وقت مهمته يسعفهم في اي من الايام تسعفهم فعندنا نوع من المرونه في جدول الأكاديمي بشكل عام هذا رقم واحد رقم اثنين اكثر من 465 نشاط هذا حسب التحديث الاخير من فريق العمل يعني انا بعد يمكن قصورا مني ما سالت فريق العمل اليوم وانا متاكد ان في ورش انضافت خلال ال 24 ساعه الماضيه هذه نقطه النقطه الثالثه طولي بعمرك ان عندنا اكثر من 6 مجالات مختلفه رياده الاعمال مهارات الحياتيه الفنون الجميله الثقافه الاعلام تقنيه المعلومات هذه كلها امور كثيره صعب ان يجيني شاب يقول والله ما في شيء كان بييني بيقولون ما في شيء خص علم الفضاء والامور هذا بقول خلاص حكم علينا هذا قصور للعام الجديد ان شاء الله العام القادم ممكن ان نضيف هذه الورشه فالتنوع المرونه الموجوده وسهوله التسجيل اليوم احنا عندنا المنصه الالكترونيه اللي هي موقع الاكاديميه الصيفيه انت ما تحتاجين الا تدخلين اسمك الاسم الاول الثاني الثالث رقم الموبايل الايميل الالكتروني محتاج مواصلات ام لا هي مجرد بوكس تضغطين عليه وتم التسجيل طب في سؤال عند الامهات مثلا هتسال نعم. تقول انه في جانب مختص انا ابني محتاج رعايه خاصه ابني نعم. مثلا من اصحاب الهمم في انزل. عندك جهه معينه او مثلا قسم مختص بالفئه دي انزين الحين انت جيتي على نقطه مهمه ارجع واقول توجه الحكومه في ان تكون اي بيئه موجوده في دوله الامارات هي بيئه محفزه وبيئه ممكنه لاصحاب الهمم انا ما اقدر اقول لك ان عندنا مختصين في هذا المجال ولكن احنا من يعني عندنا من اصحاب الهمم ما شاء الله الموهوبين بحد ذاتهم اللي منهم يقدمون ورش هذا رقم واحد عندنا منهم يقدمون ورش رقم اثنين عندنا منهم حضور يعني انا اذكرهم ممكن يعني اعرفهم بالاسامي موجودين من اصحاب الهمم وارجع واقول هم يضيفون قيمه لنا مش احنا اللي نضيف قيمه الله لان سبحان الله يعني فيهم الموهبه ان يطلعون على امور تفصيليه ويقرون من بين السطور يقولوا لك ترى هذا في نوع من التقصير هذا في نوع ممكن تحسنون فيه او ممكن تطورون فيه الله. فهم موجودين ما فيما بيننا بعدد معين وان شاء الله للسنوات القادمه احنا ممكن يعني انا ممكن اليوم اخذه من شختي الفاضله كملاحظه تحسينيه تطويريه للنسخه الثالثه من الاكاديميه العام الجديد ان شاء الله إن شاء الله. ولا زالت الفرصة متاحة يعني ممكن أطلع من عندكم اليوم ساعات سعادة المدير العام بيقولوا لنا والله دام أن الأخت ذكرت هذا الموضوع خلونا نشتغل واحدة من الأشياء اللي أنا جدا فخور فيها أن اليوم فريق العمل كذلك خلال 24 ساعة ممكن يضيفون إضافة جديدة خلال 24 ساعة ممكن يحسنون خدمة معينة من الخدمات الموجودة وهذا إذا
إذا يدل على حرص كل فرد من فريق العمل وموظفين موظفات المؤسسة وكذلك المتطوعين والشباب المؤسسة. محمد أنا بتمنى لك كل التوفيق. أجمعين إن شاء الله وإحنا شاكرين لكم هذا الاستضافة. وراح تشوفونا قريباً. بإذن الله حياكم بخلي الأرقام تحت الهواء إن شاء الله موجودة في حال أن حبيتوا تشاركونا وتحضرون وتشوفون وتعملون تغطيات. الأخت صدفيت عندنا مركز شباب الشارج وأعتقد لها جلسات وزيارات أخرى. حياكم الله معانا وإن شاء الله تشرفونا. نجيب لك إن شاء الله ونشترك. أكيد بكثير فعاليات بس بعدوني عن الطبخ بالذات بندخل على الطبخ. خلوا الموضوع نورتنا أستاذ محمد. شكرا جزيلا. خلينا نطلع بريك ونرجع تاني نكمل. الله يحفظكم.